أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية. والطبق الثاني لحلقة اليوم حيبقى برضو طبق بالبتنجان. حنستعمل الكفتة مع البتنجان والفلفل بطبق كتير لطيف. نشوف سوا الوصفة. صينية البتنجان بالكفتة والبشاميل: 3 حبة كبيرة بتنجان، نصف كوب دقيق، نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة كركم. الحشو: 500 جرام لحم كفتة جاهزة، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 3 حبة كبيرة طماطم شرائح، 2 حبة كبيرة فلفل أخضر حلو شرائح، 2 حبة كبيرة فلفل أحمر حلو شرائح. البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، ربع كوب دقيق، 2 كوب حليب، 1 كوب جبن موزاريلا مبروش، وللقلي زيت ذرة. أعزائي المشاهدين، الوصفة اللي هنعملها كتير لطيفة كتير طيبة، أنا متأكدة إنها حتعجبكم لوجبتنا الغداء اليومي، لأنه طبعا تبقى وجبة متكاملة فيها اللحم وفيها الخضروات وفيها البشاميل، هيبقى طبعا فيها كالسيوم وفي عنا حليب وفي عنا بروتين، يبقى تبقى وجبة كاملة تماما. إذا حبيتوا تقدموا جنبها طبق سلطة خضراء بيبقى رائع جدا. طبعا الكفتة بنشتريها متبلة وجاهزة، إذا اللحم مش حاطط فيها البهارات اللي على رغبتكم فيكم تزودوا المقدار. نتأكد بس عنا الكفتة أو الزيت ساخن، خلينا نجهز هدول هون على جنب لبين ما يسخن الزيت، يعني أقراص بالمقاس هذا. ممكن نعملها 8 قطع، أعتقد مناسب، يعني بتكفي لطبق فرن متوسط. نعمل حوالي كرة، وبعد هيك مجرد نعملها زي القرص زي البرجر. أبتدي أحطها في الزيت، ما شاء الله الريحة كتير طيبة. خلي بالكم بدناش ينشفوا أكثر من اللزوم. طبعا فينا هلأ نشيل المجموعة اللي تحمرت نحطها في طبق جانبي. أعتقد هيك حبات الكفتة أصبحت جاهزة. خلينا أطفي النار ونبتدي نشيلهم. هخلي الكفتة على جنب وأبتدي أجهز هلأ خليط الخضروات. أعزائي المشاهدين، بالنسبة لتجهيز الخضروات عنا زي ما قرحنا عليكم البتنجان بهذا المقاس. حبيتوا اتقشروا كان بها، عايزين تخلوا القشرة، عايزين تعملوا مقلم، على حسب رغبتكم. بتخلص من هذا الجزء وهذا الجزء وأبتدي أقطع البتنجان إلى شرائح تبقى سميكة شوي، يعني بحاول مثلا هاي ممكن ناخدها برضو نصين وهاي برضو نصين، يبقى حوالي 1 سنتي تقريبا. برضو عايزين نرش بعض الملح على حبات البتنجان زي ما عملنا دائما في وصفات البتنجان، رشة خفيفة من الملح. ممكن عشان ما ناخذ مكان كبير نرجع نرصهم بالشكل هذا فوق بعض، ولما نحطهم فوق بعض بيعرقوا بسرعة. هذه من ضمن الأفكار اللطيفة ممكن تخلوها دائما في بالكم. يبقى البتنجان هيك على جنب. نبتدي هلأ نجهز الخضرة الثانية اللي حنحتاجها، الفليفلة. حناخد حبة فليفلة، ممكن هاي معقولة، نتخلص من هذا الجزء. وعايزة أقطع الفليفلة إلى شرائح تبقى رقيقة شوي. ونحاول قدر الإمكان إنه شرائح الفليفلة تبقى بعدد حبات
الكفتة، بس مش شرط قوي، أنا مش عايزة تحسوا إن الموضوع صعب، ولكن إذا قدرتوا إحنا عنا 2 4 6 8 10 10 حبات من الكفتة، هنحتاج 3 4 5 6 برضو ناخد 7 8 9 10. نتخلص من البذور، وبرضو نفس الطريقة حنقطع الفلافل الخضرة، نحاول ناخد 10 قطع بنفس الطريقة أو 10 شرائح، يبقى عنا الفلافل برضو جاهزة بنفس الطريقة. 3 4 5 6 7 8 9 ماشي الحال. الطماطم نفس الشيء، هنحتاج عشر شرائح من الطماطم، نتخلص من هذه شوي. وقطع الطماطم بنفس الطريقة. نبتدي أعزائي المشاهدين نجهز البيتنجان للقلي. البيتنجان في الأول هحتاج أني أنا أمسح الملح ببساطة بقطعة من ورق المطبخ. بنلاحظ أنه البيتنجان كيف بيعرق بهالشكل، لاحظت لما حطيناهم فوق بعض بيعرقوا بسرعة. نتخلص بورق المطبخ أو إذا موجود عندكم فوطة. هلأ خطوة الثانية، هحتاج هذه إضافة، إذا حبيتوا تعملوها ممكن نستغنى عنها. هحط شوية طحين وشوية ملح وشوية كركم، هالخلطة أحركها مع بعض، وأبتدي أخذ حبة البتنجان أحطها بهالشكل، وعلى طول أسقطها في الزيت الحار عشان أقلي حبات البتنجان. ونبتدي أعزائي المشاهدين نقلي البتنجان لغاية ما يأخذ لون ذهبي على الجنبين، ونشيل البتنجان ونسيبه على جنب لغاية ما يبرد، وأبتدي أشكل القالب. أعزائي المشاهدين جهزنا البتنجان المقلي ومجهزين الكفتة، ونبتدي نجهز البشاميل. البشاميل مش هياخد منا وقت كتير، الفكرة إنه بس نعرف كيف نعمل بشاميل تقيل، لأنه أنا بدي في هذه الوصفة بشاميل يبقى تقيل شوي. فعنا المقادير أرجو إنكم تلتزموا فيها، لأنه في بشاميل عن وصفة بتختلف. أتأكد إنه الزبدة مع الزيت ساحت، لابد يذوبوا في الأول. هضيف هلأ الطحين وأبتدي أقلب لغاية ما أشم ريحة الطحين وياخد هيك لون ذهبي خفيف فاتح. خلوا بالكم ما يغمق معانا، لأنه إذا غمق بيبقى طعمه مش لطيف. هبتدي هلأ أضيف الحليب كله مرة واحدة، بس لابد أني أقلب باستعمال المضرب الشبك. البشاميل أصبح عندي جاهز، هنشيل المضرب خلاص مش محتاجينه. إذا حبينا نضيف رشة ملح ما نكتر، لأنه إحنا عنا حنضيف الجبن، فالجبن أوريدي فيه ملح. عنا جبن موزاريلا، حضيف حوالي نصف كوب من الجبن بالطريقة هاي. أتأكد إنه الجبن داب تماما، طبعا هو بسرعة حيدوب من حرارة البشاميل، أنا مش حطاه على النار، شلته عن النار، فحخليه جاهز جنبي. نحتاج نحطه على القطعة هاي. يبقى بنجهز كل المكونات اللي حنحتاجها لصينية البتنجان، ونبتدي أعزائي المشاهدين نرتب خطواتنا. هحتاج طبق فرن يبقى عميق شوي أو صينية حسب المتوفر عندكم. هحط شرائح البتنجان بهالطريقة، حوالي 10 شرائح حسب ما يكفي الطبق. على فكرة احنا عملنا 2 4 6 8 10 قطع من الكفتة. 2 4 6 7 8 9 10 من البتنجان، يبقى بنعد 10 قطع على حسب حبات الكفتة. ابتدي هلا اوزع
شريحة من الفلفل الأحمر. طبعا حتلاحظوا أنه حبة الفلفل الأحمر كبيرة شوي، ما في مشكلة عندنا، كله هذا حيندمج مع بعضه. حنحط شرائح الفلفل بالشكل هذا. الترتيب هلأ الطبقات مالوش قاعدة، حسب أنتوا ما بتحبوا. حناخد شريحة الكفتة، برضو من غير ترتيب، حسب ما تيجي عندي الشرائح. حطينا هلأ الفلفل الأخضر، بنفس الخطوات حنكرر، عشان هيك عملنا كل نوع من الخضار على عدد حبات الكفتة. متخيلين هلأ كيف صار عنا التركيبة وقديش طبق مميز. برضو بغطيهم تاني بشرائح البتنجان بهالطريقة. هلأ ببتدي أوزع البشاميل، بس أنا بدي أوزع البشاميل بحيث ما يغطي كل الطبق، يعني ما بدي أصب البشاميل كليته، حصبه بالتدريج فوق كل قطعة شوية بشاميل، أساس حتى لو تساقطت على الجوانب تسكي. أنا بدي كل قطعة تتقدم لحالها على السفرة، كل واحد يأخذ قطعته الخاصة. بأخذ بالملعقة طبقة من البشاميل تتساقط هيك على جوانب، أعتقد من الأطباق اللطيفة جدا، حيعجبكم هالصنف، كتير رائع. ومهم جدا البشاميل يبقى عندي كتير سميك، وأنا عم باخد القوام هذا أعزائي من إضافة الجبن، عشان أعطيكم السر في القوام اللي عم بحصلت عليه من البشاميل، إنه هيك بتلاحظوا إنه زي الستيكي شوي، عشان حطيت له الجبن، وهي من الأسرار المهمة جدا. نبتدي نوزع شوية موزاريلا، والطبق جاهز يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لحوالي نص ساعة، لغاية ما يتسبك هيك ويتحمر مع بعضه، كله مستوي، بس احنا بدنا تكتمل كل هالتركيبة مع بعض ويتقدم طبعا بالهنا والشفاء. شوحنا أقراص الكفتة، قلينا البتنجان، وجهزنا البشاميل، رسينا في طبق الفرن شرائح البتنجان والكفتة والفليفلة والطماطم، ووزعنا عليه البشاميل والجبن. صينية البتنجان بالكفتة والبشاميل، 3 حبة كبيرة بتنجان، نصف كوب دقيق، نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة كركم. الحشو 500 جرام لحم كفتة جاهزة، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 3 حبة كبيرة طماطم شرائح، 2 حبة كبيرة فلفل أخضر حلو شرائح، 2 حبة كبيرة فلفل أحمر حلو شرائح. البشاميل 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 1/4 كوب دقيق، 2 كوب حليب، 1 كوب جبن موزاريلا مبروش، وللقلي زيت ذرة.